السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. النهاردة مع بعض بنكمل كورس تأسيس الجرامر، ومعانا موضوع مهم جدا بعنوان Demonstrative Pronouns، ضمائر الإشارة. ضمائر الإشارة مهمة جدا، استخداماتها كتير جدا في اللغة الإنجليزية. وقبل ما نبدأ شرح ضمائر الإشارة بالتفصيل، هنعرف إن ضمائر الإشارة ممكن تعبر عن المكان، عن الزمان، عن تقديم الأشخاص لما أجي بقدم شخص، كمان في المحادثات التليفونية وفي السؤال، يبقى ليها كذا استخدام. تاني بتعبر عن المكان، ده أول استخدام، أو الزمان، تاني استخدام، تقديم الأشخاص الاستخدام الثالث، في المحادثات التلفونية الاستخدام الرابع، وكمان في السؤال الاستخدام الخامس. وحتى في السؤال ممكن في yes no questions و WH و HO questions، يعني أسئلة بمعنى هل أو أسئلة بتبدأ ب WH أو HO. هناخد كل ده بالتفصيل في فيديو النهاردة، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. ونبدأ مع بعض. الاستخدام الأول هو استخدام ضمائر الإشارة للتعبير عن المكان. وفي البداية نتعرف الأول بس على ضمائر الإشارة وطريقة نطقها. هم أربع ضمائر، في this و that. this و that. this مفرد قريب، طب that مفرد بعيد. يبقى this مفرد شيء أو شخص، يعني تمشي عاقل وغير عاقل، و that برضو شيء أو شخص، يبقى this و that للمفرد. طب this لو حاجة قريبة مني، طب لو that حاجة بعيدة عني، يبقى this بمعنى هذا أو هذه للمفرد القريب. طيب that بمعنى تلك أو ذاك للمفرد البعيد. طيب زيز أو زوز، ونركز في النطق، زيز أو زوز للجمع، زيز للجمع القريب، مجموعة من الأشخاص أو الأشياء. طيب زوز للجمع البعيد، يبقى ما نتلخبطش ما بين زيز أو ذات للمفرد وزيز أو زوز للجمع. طب معنى زيز، معنى زيز هؤلاء، لو مثلا هؤلاء الرجال. طب لو بتكلم عن أشياء أقول هذه مثلا إيه الأشياء، يبقى زيز لها معنيين، هؤلاء أو تترجم كهذه لو مع الأشياء الغير عقل. طيب زوز دي للجمع، بس للجمع البعيد، بمعنى أولئك أو تلك للأشياء، أو أولئك الرجال أو تلك الأشياء. يبقى يا مستر ضمائر الإشارة أربعة، زيس أو ذات، زيس مفرد وذات مفرد، زيس مفرد قريب وذات مفرد بعيد. طيب زيز وزوز، زيز جمع قريب وزوز جمع بعيد. وعشان ما نتلخبطش، التي اتش الناطق هنا ذا، التي اتش الناطق هنا ايه؟ ذا، في زيس او ذات. طيب في زيز وزوز، في زيز وزوز اللي هو الجمع القريب زيز والجمع البعيد زوز، الاس اتنطق شبه الزي، شبه ايه؟ الزي. وبكده يبقى تعرفنا عن ضمائر الاشاره، ونبدا حالات ضمائر الاشاره. الحاله الاولى استخدامها للتعبير عن المكان. اول صوره جايب لي ايه؟ سياره قريبه، فهقول ايه؟ this is a car للمفرد القريب. طب الثانيه سياره بعيده، تبقى that is a car. طب لو مجموعه سيارات قريبه، these are cars. طب لو مجموعه سيارات بعيده، تبقى those are cars. يبقى this is a car مفرد قريب، هذه سيارة. طب ذات إذا كار مفرد بعيد. طيب these are cars، هذه السيارات جمع قريب. طيب those are cars جمع بعيد. نخلي بالنا this أو ذات للمفرد، this قريب ذات بعيد، وthese أو those للجمع قريب وبعيد. وبكده احنا بنتكلم عن الحالة الأولى اللي هي تعبر this أو ذات أو these أو those عن ايه؟ عن المكان قريب وبعيد. نلاحظ ان this او that، this او those بيجي وراها verb to be. طب هل بيجي وراها يا مستر verb to be بس؟ لا طبعا، ممكن يجي وراها الاسم، يعني مش شرط اقول this is او these are او that is او those are، ممكن يجي وراها الاسم. زي مثلا اقول مثلا this car is expensive، زي ما هتظهر قدامنا دلوقتي. هنا جايب لي صورة سيارة غالية جدا، فقول this car expensive، هذه السيارة تكون غالية، يبقى this جه وراها الاسم. طب لو جمع these cars are expensive، يبقى في الحالة الأولى عند استخدام this أو that أو these أو those للتعبير عن المكان، ممكن يجي بعدها verb to be زي is أو are، وممكن كمان يجي وراها اسم.
زي this car is expensive، هذه السيارة تكون غالية، أو these cars are expensive. هنا this أو that للمفرد، وthese أو those للجمع. فنلاقي إن car تعبر عن المفرد، اسم مفرد عشان جاي قبلها this، وهنا these أو those يجي معها cars. ونخلي بالنا إن مش شرط ضمائر الإشارة يجوا في أول الجملة، ممكن يجوا في نص الجملة، زي look at this bird. دي هنا this جت في نص الجملة، أو look at those birds، يعني مش شرط يجوا في الأول، ممكن كمان يجوا في النص. ده بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الأولى بتتكلم عن تعبير ضمائر الإشارة عن المكان، يجي بعديها verb to be مفيش مشكلة، يجي بعديها الاسم، تيجي في نص الجملة. ده بالنسبة للحالة الأولى. طب بالنسبة للحالة التانية، في الحالة التانية هنعرف إن ضمائر الإشارة تعبر عن التايم، عن الوقت. لما أقول this is a good film، هذا فيلم جيد، ده دلوقتي في البريزنت في المضارع. طيب that was a good film، كان فيلم جيد، ممكن شفته امبارح، شفته أول امبارح، شفته من شهر، شفته من سنة. يبقى ممكن تعبر عن الزمن كبريزنت، أستخدم is للمفرد طبعا وآر للجمع. طيب في الماضي أقول was للمفرد، where للجمع. وممكن أقول I like these glasses، أنا بحب هذه إيه النظارة. وطبعا glasses دي كلمة جمع، رغم هي نظارة واحدة، بس الأجانب بيقولوا إن حاجة اللي تتكون من قطعتين تعتبر جمع، زي glasses، زي trousers البنطلون. طب I like these glasses، أنا بحب هذه النظارة. تمام يا مستر، ده في المضارع. طب أنا دلوقتي مثلا ايه بتكلم عن نظارة، طب لو بتكلم عن نظارة من شهر شفتها، او من سنة، او كانت معايا وكسرت، اقول I liked those glasses. هنا استخدمت برضو الباست الماضي. يبقى في البريزنت المضارع بستخدم ضمائر الاشارة، اوكي، ولما احولها للماضي بستخدم ضمائر الاشارة، بحول بس، بقول these بقت في المضارع وزوز بقت في الماضي. يبقى ضمائر الإشارة ممكن تعبر عن ايه؟ عن المكان. تاني حاجة عن الوقت. تالت حاجة لما عاوز اقدم حد لحد، انا مثلا ده زميلي علي، اقول علي this is my father، يا علي هذا ابي. وقد تستخدم في المحادثات التليفونية، زي مثلا انا بتصل بالتليفون فبقول هلو this is علي، اهلا معاك علي، يعني بعرف نفسي في التليفون. وممكن لما اجي مثلا اتصل وبسأل عن مثلا منى، اقول هاي از ذات منى، هل دي منى، معايا منى، فالإجابة تقول يس اتس مي او نو، يس اتس مي او نو. يبقى الحالة الأولى بتعبر ضمائر الإشارة عن المكان قريب وبعيد، وعن الزمن في البريزنت في المضارع، وفي الباست في الماضي. ولما اجي اقدم الشخص زي ما اقول مثلا this is، وفي المحادثات التليفونيه لما اجي اتصل بالتليفون واعرف نفسي، او لما اجي اتصل بالتليفون واسال هل الشخص موجود او هل الشخص ده معايا، زي مثلا هلو this is علي، انا بعرف نفسي في التليفون عشان الشخص اللي بكلمه يعرف بيكلم مين. او حتى لما اجي اسال مثلا عن حد بدور عليه، اقول مثلا is that منى، يبقى yes it's me او no، yes it's me ايه او no. ده بالنسبة للمحادثات التلفونية. ومعانا الحالة الأخيرة هي استخدام ضمائر الإشارة في تكوين السؤال. طبعا في نوعين من الأسئلة وهنشرحهم بالتفصيل، هتلاقوهم على القناة. yes or no questions، يعني أسئلة بمعنى هل إجابتها نعم أو لأ، أو WH أو HO questions، أسئلة بتبدأ بـ WH زي what أو where أو when، وأسئلة بـ HO زي how، how many، how much. نبدأ بالأسئلة اللي اسمها yes or no questions. أنا عندي جملة مثلا بيقول لي this is a good camera، يعني هذه كاميرا جيدة. طب أنا عايز أعمل سؤال في الحالة دي، بعمل عملية scissors المقص، بعكس، بجيب is قبل this، يبقى is this a good camera، هل هذه كاميرا جيدة؟ والإجابة yes it is، نعم بالفعل، أو no it isn't، لأ. يبقى فكرة yes or no questions إن أنا بعمل عملية المقص، لو قال لي this is تبقى is this، طب لو that is يبقى is that، طب لو these are يبقى are these، طيب لو those are تبقى are those. يعني بقدم الفعل على الفعل تبقى بمعنى هل، والإجابة إما بيس بمعنى نعم، أو نو بمعنى لأ. ولو this في السؤال يعني is this، يبقى yes it is، عشان it تعود على إيه؟ على المفرد. طب لو قال لي مثلا are these أو are those، يبقى الإجابة yes they are،
كيف نخلي بالنا من المفرد والجمع، وناخدوا الحالات التانية اللي هي WH و HO questions. What is this؟ ما هذا؟ This is a box. هذا صندوق. Who is that boy؟ من ذاك الولد؟ That boy is my friend. إنه صديق، أو ممكن أقولها باختصار That's my friend. بعد حذف boy، يا جوز حذف boy يقول That's my friend. Whose cars are these؟ يعني ملك من هذه السيارات؟ أقول They're Tom's car. يعني السيارات دي ملك Tom's. لاحظ إن في أبوستروف إس، إس الملكية. أو ممكن أقول They're Tom's، يعني ممكن أحذف كلمة cars كمان. They're Tom's cars، سيارات Tom's، أو They're Tom's يعني هي ملك Tom's. How much are these books؟ كم ثمن هذه الكتب؟ بيسأل عن الفلوس. أقول They're 400 pounds يعني 400 جنيه. نلاحظ إن لما قال لي whose cars عشان جمع فجاوبنا بزي، ولما قال لي these books برضو جاوبنا بزي. يبقى لو مفرد ممكن اجاوب بإيت، لكن لو جمع ممكن اجاوب بإيه؟ بزي. وبكده يبقى خلصنا شرح درس ضمائر الإشارة في اللغة الإنجليزية والحالات الخمسة لضمائر الإشارة. ودلوقتي في مجموعة من الأسئلة هنا read and choose يعني اقرأ واختار. هختار ما بين this و that أو these و those. وكمان في أسئلة تانية complete أكمل، أسئلة سهلة وبسيطة عشان نتدرب بس على ضمائر الإشارة. لو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة ونكمل مع بعض كورس تأسيس الجرامر. ما تنسوش في صندوق الوصف هسيب لكم قائمة تشغيل فيها شرح الضمائر بالتفصيل، ضمائر الفاعل والمفعول، صفات الملكية وضمائر الملكية والضمائر المنعكسة، والنهاردة ضمائر الإشارة، ونكمل مع بعض سلسلة الحلقات. ما تنسوش السبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.